نظمت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مؤتمرا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومتطلبات تطوير الصناعة والارتقاء بأوضاع العاملين بها. نتابع. تحت عنوان عمال النسيج يد تبني ويد تحارب الفساد، انطلق المؤتمر الحاشد لعمال الغزل والنسيج الذي تنظمه النقابة العامة للحديث عن خطة الحكومة لتطوير هذه الصناعة. والحقيقة سيتم طرح في هذا المؤتمر عدة محاور، منها ضرورة ضبط الأسواق من التهريب. للأسف الشديد السوق المصري أصبح سوق سداح مداح، على الحكومة أن تضبط هذا السوق، على الحكومة أن تضع استراتيجية حول ضرورة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة والمنسوجات، لأن الحقيقة ما فيش دولة في العالم ما بتحميش صناعتها. يعني هو المؤتمر أساسا بيحس العمال على المرحلة اللي بتمر بها مصر النهاردة، وخاصة في حربها ضد الإرهاب، وإن الحرب ضد الإرهاب محتاجة مننا كلنا إن احنا نشتغل وننتج ونزيد الإنتاج، لأن طبعا حرب الإرهاب بتحاول بقدر الإمكان إنها تقلص فرصنا الاقتصادية، لكن العمال وعمال مصر بالأخص النهاردة بيتحدوا كل ده وبيقاوموا هذا الإرهاب الغاشم بإنتاجهم وبزيادة إنتاجهم. أكد رؤساء الشركات أن عمال النسيج دائبون على العمل لتطوير الصناعة ورفع معدلات الإنتاج رغم الظروف التي عاشتها هذه الصناعة، كما أيضا يتم البحث لرفع أجور العاملين وتطوير الآلات. منظومة الإنتاج بتعتمد على ثلاث أعمدة رئيسية، أول عنصر فيها هو العمال، وتاني حاجة الآلات، وتالت حاجة الإدارة. فالعمال ده لهم جزء كبير جدا وسند كبير لعملية الإنتاج، وبالتالي احنا النهارده المؤتمر عنوانه هو التطوير. احنا فعلا دخلنا في مرحلة تطوير بدأناها منذ حوالي شهرين. عمال الغزل والنسيج يعني من اغلب العمال على المستوى الصناعات كلها، الاجور متدنيه، بيواجه صعوبات في البنيه التحتيه. يعني انت سيادتك، يعني احنا سافرنا بره دول كتير جدا وشفنا البنيه التحتيه، بتخش المصنع مفيش زغبره، مفيش هبوايه. حشد كبير للعاملين بقطاع النسيج في مصر تزين بهتافات تعكس مدى رغبه العاملين للارتقاء بالصناعه المصريه. اسلام جمال، اون لايف.